السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نشاهده الآن نهاية شارع السكة الجديدة من شوارع المنصورة العتيقة، الشوارع التي تشهد على تاريخ المنصورة. وهذه العقارات القديمة التي نشاهدها شاهدة على تاريخ المنصورة وعلى تاريخ السكة الجديدة. وهذا هو جامع حبيب من مساجد المنصورة الشهيرة على البحر، وكما يقال عنه المسجد صاحب المأذنة المبتورة، لأنه مسجد رغم أنه قديم ولكن ليست له مأذنة، حاليا ليست له مأذنة. وفي الحقيقة أنه لم يكن مسجد، وكان زاوية صغيرة اسمها زاوية حبيب الهندي. وقام الأهالي بشراء محل رندبلو المجاور للجامع، وقاموا بتوسعته حتى أصبح مسجد حبيب الحالي الذي نراه. وهنا بجوار المسجد مكان محلات رندبلو في الجهة المقابلة للمسجد، وإدارة غرب المنصورة التعليمية، إدارة غرب المنصورة التعليمية ومحلات رندبلو للحلويات. كل ده كما نشاهد مسجد حبيب، عمارات عتيقة عريقة بشارع السكة الجديدة بالمنصورة. نحن نتحدث من المنصورة، جزيرة الورد. المنصورة ذات التاريخ العريق، نهاية السكة الجديدة. وهذه المساحة تستخدم حاليا ساحة لركن السيارات كما نشاهد. واضح العقارات الأثرية القديمة تم هدمها استعدادا لبناء عمارات وأبراج شاهقة في هذه المنطقة، السكة الجديدة بالمنصورة. والمنصورة هي عاصمة محافظة الدقهلية. المنصورة هي عاصمة محافظة الدقهلية. من معالم المنصورة دار ابن لقمان، تمثال أم كلثوم بجوار المحافظة في الميدان الذي يحمل اسمها الآن، وجزيرة الورد والنوادي والحدائق العامة، حديقة الطفل، حديقة الأسرة. المنصورة تتميز بالخضرة